ما نحبش نتكلم عن نفسي، أعوذ بالله من كلمة أنا، لكن باختصار كتلة عجنة على نواة موسيقى، على ما أعرف من جوني النواة voilà. donc حتى في طريقة عيشتي je suis très artiste dans le في الرسم، في الديكور، في الطبيخ، tout ce qui est art voilà. mon père كان مثلي الأعلى في كل مقاييس الحياة، ما كانش مبين انه هو كان حبنا نكملوا دراستنا، لكن لما دخل قدام الامر الواقع وسمع، وقت ما كان داخل يصلي قال طفي الراديو فاطمه الزهرة اللي هي امي، قالت له هذا مش راديو، هذا بنتك في الراديو. امي اجندتي من البوم تشكرات، من البوم تحدث معك يا قلبي، من كل ما لحنت وكتبت في سن المبكر، اللي هما راني جاي، اللي هما الولف كتر من المحبة، كيل يوم، أنا جزائرية، جزائرية بداية الكون. أجندتي ما شاء الله موسوعة يعني في مختلف الطبوع والكتابات كذلك. كيل يوم، عيني على دي جي كاليد، دي جي كاليد هو من أصول عربية فلسطيني الأصل لكن أمريكي. إذا تعبت في البداية بالتأكيد رح توصل، لطالما أنت كنت صادق مع موسيقتك.